السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله حل ملحق كتاب جيم للصف الثالث الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2023 إن شاء الله تعالى. إحنا إن شاء الله النهاردة صفحة 16، نبدأ بسؤال المحادثة إن شاء الله. هلو، هاو كان الكتاب الأول؟ هنا عندي مين؟ items new laptop stopped working while she was doing her homework. اللابتوب الجديد بتاع ايتن توقف فجأة وهي بتعمل الواجب. هلو، هنا الاسيستنت اللي هو الموظف. هلو، هاو كان اي هيلب يو؟ مرحبا، كيف استطيع ان اساعدك؟ اي بوت ا لابتوب لاست ويك، انا اشتريت اللابتوب الاسبوع اللي فات. بات اي هاف ا بروبلم، بس انا عندي مشكلة. قال لها واتس يور بروبلم، ما هي المشكلة؟ المشكلة ان هو توقف، صح كده، اللي هي فوق خالص كده. ممكن اكتب دي كلها، اقول مثلا ماي، او اقول ات على طول، ماي لابتوب او نيو لابتوب، ماي لابتوب ستوبد وركينج، توقف اللابتوب الخاص بيا، تمام. وممكن اكتب الجملة كلها، بس انا هكتب بقى اي وايل اي واز دوينج ماي هوم ورك. قالها سؤال، قالت له ات ستوبد وين اي واز دوينج ماي هوم ورك، هو توقف وانا بعمل الواجب. يبقى متى توقف؟ يبقى وين ديد ات ستوب، متى توقف. بعد كده قال لها واز كمبيوتر بلوجد ان، هل الكمبيوتر كان شغال؟ فقالت له حاجة، قال لها قالت له I was changing the battery، أنا كنت بغير الإيه البطارية. فهتقول له طبعا yes أو of course، yes it was. بعد كده قال لها اوكي، we will send you someone، إحنا هنبعت لك شخص ما. بعد كده سألها سؤال، قالت له it's 15 صلاح سالم ستريت. يبقى كده ما هو عنوانك؟ يبقى what's your address، what's your address، ما هو عنوانك، what's your address، ما هو عنوانك، تمام كده. بعد كده قالت له it's 15 صلاح سالم street. بعد كده هتقول طبعا thank you، شكرا لك، او thanks for your help، شكرا لمساعدتك، thank you. طيب بعد كده أسئلة الاختيارات. السؤال الأول to space is to make a machine start working، دي معناها إن أنت بتشغل الماكينة، يبقى دي معناها إيه؟ turn on، يبقى دي الإجابة رقم إيه. السؤال الثاني to form the adjective from Egypt add the suffix، عشان تجيب الصفة من Egypt اللي هي مصر تخليها من مصر، يعني دي هتضيف لها suffix في نهاية الكلمة، يبقى IAN الإجابة رقم إيه. السؤال الثالث to change the verb amaze into adjective we add the suffix amaze، عشان اخليها صفة تبقى في طلائع النزية عشان تبقى amazing، اللي جاي رقم بي بمعنى مذهل. السؤال الرابع can you turn on fan please، ممكن تشغل المروحة لو سمحت. turn on is the synonym of، turn on هي بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي switch on، يبقى اللي جاي رقم سي. بعد كده السؤال الخامس we form the adjective from color by adding the suffix، يبقى colorful اللي هو بمعنى ملون، يبقى ful اللي هي رقم ايه. تمام. بعد كده السؤال السادس when I bought a laptop، لما انا اشتريت لابتوب they asked me to fill in a space its paper with questions، هو طلب مني ان انا املأ ايه، وديت هي حاجة مجموعة من هي ورقة فيها مجموعة من الأسئلة، يبقى form الاستمارة اللي جايب رقم دي. بعد كده السؤال السابع space are hard objects found on beaches، هي عبارة عن أشياء صلبة موجودة على الشواطئ، يبقى ديت اللي الصدف اللي جايب رقم beaches. بقى السؤال الثامن to get the adjective of wood we add the suffix، يبقى wooden اللي بمعنى خشبي اللي جايب رقم دي. السؤال التاسع space objectives that people wear for example rings and necklaces، هي اشياء بتلبسها زي الخواتم والعقود، يبقى jewelry اللي هي مجوهرات، اللي جايبه رقم بي. بعد كده السؤال العاشر she is best amazing in her new dress she is attractive، هي كانت ايه في الفستان بتاعها؟ هي كانت جذابه، هي كانت جميله، يبقى هي كده كانت مظهرها جميل، يبقى رقص.
إجابة رقم دي تبدو. بعد كده صفحة 18 عندي أكمل لوكس يبدو أو ينظر مايكرويف جهاز المايكرويف موبايل فون الموبايل باي يشتري بوت اشترى بريزنت هدية اي سبيس سمارت سبيكر انا اشترت سبيكر ذكي فور ماي براذر لاخو يبقى كده انا اشتريت يبقى اي بوت يبقى رقم 1 بوت از سبيس كاي انا اشتريت له السبيكر ده كاي كهديه يبقى بريزنت نمبر 2 اون هيز بيرثي داي في عيد ميلاده لاست مانث الشهر اللي فات هي واز هابي هو كان سعيد جدا ويز ات بي It is great إنه يبدو أو كان مظهره عظيم يبقى لوكس يبقى نمبر 3 بعد كده we can use it on إحنا ممكن نستخدمه فين ممكن نستخدم السبيكر على الموبايل فون يبقى نمبر 4 بعد كده أسئلة التصحيح السؤال الأول آسيا is big than Europe بتبقى bigger عشان دي صيغة مقارنة حط الـ AR و G السؤال الثاني she is more beautiful girl in class كده صيغة تفضيل كده أفضل بنت في الفصل أو أجمل بنت في الفصل يبقى the most السؤال الثالث I don't want either a chocolate بعد كده كيك either بيجي معاها or يبقى or cake السؤال الرابع his best boss has a cat or a dog هي بوث ما بيجيش معاها أبدا verb في المفرد فهنا بوث هتتحول الى ايذر عشان في اور كمان السؤال الخامس neither my brother nor their friends be friends احنا بنتعامل مع ايذر ونايذر على الفاعل التاني الفاعل التاني هنا ايه friends جمع يبقى be دي تتحول الى اور بعد كده السؤال السادس I like either of the two films تمام both of them were boring انا ما عجبنيش ولا فيلمين يبقى من دول خالص يبقى هنا تمام الاثنين كانوا ايه مش كويسين يبقى الاثنين كانوا مملين يبقى neither of يبقى neither of when I leave the house it was snowing الدنيا كانت بتمطر يبقى كده ماضي بسيط يبقى left عشان جاي بعد when he worked in the garden when he found the money هو كان بيشتغل في الحديقة لما وجد المال يبقى كده حدث مستمر في الماضي يبقى الماضي مستمر يبقى he was working بعد كده السؤال العاشر we called the police because the neighbors play the music تمام كده play the music very loudly احنا اتصلنا بالشرطة لان الجيران كانت بتعزف على الموسيقى لان الجيران كانت بتعزف على الموسيقى very loudly اللي هو بشكل زي كده زمان الماضي مستمر يبقى كده we are playing كده كل دهيت ماضي بسيط يبقى we are playing كان بيعزف حدث بيدل على الاستماع بعد كده السؤال 11 I was running I was running انا كنت بجري when I space see منال لما شفت منال يبقى وين بيجي بعدها ماضي بسيط when I saw شكرا والسلام عليكم